مساء الخير متابعي مباشر من مصر في كل مكان، معكم مراسلكم بمحافظة الإسكندرية. قصة أغرب من الخيال، جد يتفق مع إحدى الأطباء لي يعني قتل أو التخلص من حفيده في محافظة الإسكندرية، ومعانا والدة الطفل هتحكي لنا كل التفاصيل الكاملة عن القضية. أهلا وسهلا بحضرتكم. تفاصيل الواقع اللي انا ولدت في مستشفى خاص، تمام، هو واحده بالطفل عادي جدا، مفيش اي حاجه. وبعد كده تاني يوم لما انا روحت بالبيبي، روحت يعني عادي مفيش اي حاجه، مش يعني كنت تعبانه طبعا من الم الولاده والكلام ده كله، لان كان الطلق شغال فيا 3 ايام متتاليه فوق بعض. فبعد كده تاني يوم حمايه جه، فكان بيطالب ابنه بفلوس وكده، ده معتاد المشوار ده باستمرار، تمام. فانتهى المناقشة الاولانية ان هو هيبوس البيبي ومفيش اي حاجة. طبعا بعدها يعني قال هو هيدخل يبوس ابني وكده. فالمهم بعد يعني تقدر تقول الكلمة اللي هي بنتي بعد ما قال اللي هو قال اللي هو هيبوسه وحده بالطفل بالقلم على وشه. طبعا بس الالم صراحه ما عملش حاجه، لان الطفل غدع طبيعي بعدها وما حصلش تقيؤ ولا حصل اي حاجه، بس الالم علم في وشه من الحته ديت. فطلعنا بيه بنتي يومين، عمو يومين يومين، وقال لي وقتها احنا مش عايزينك تطلقي، احنا مش عايزينك وتطلقي. فبعدين راح جاي يعني لما روحت بقى بالمستشفى عشان يمسحوا له بقى كانت، بس صراحه ما حصلش حاجه من يعني الالم، يعني ما عملش اي حاجه، لان الطفل بقى يرضع وحركته كانت كويسه جدا مفيش اي حاجه. بس الدكتور قال احنا هنطلب له شويه تحاليل وحطه على الاكسجين شويه. قال حتى اول ما دخل من باب العيادات مش من باب الطوارئ، ولما قال متابعة ضيق بالتنفس عادي، قلنا ممكن عشان الفلوس، عشان المستشفيات طبيعتها اللي بتعد فلوس، فقلنا عادي، بس ما دام مصلحه الطفل مفيش مشكله. عمل التحاليل ان الانيميا عنده 8، محتاج لايه لسحب عينات من الحضانه، سحبنا العينات وكده. قال اللي هو محتاج لنقل دم، قلنا مش مشكله ما دام صحه الطفل عادي. نقل له الدم وخدوا مني عينه عشان يعملوا توافق، نقلوا له الدم. ابني حالته اتحسنت اكتر من الاول، كان دكتور اللي هو الطبيب المعالج الخاص بالطفل. بعدها عم زوجي اتصل بزوجي، فجودي قال لهم اللي هو هيوديهم في 60 ده هي ومش عارفه ايه والكلام ده كله، على سبيل التهجيد ان انا زوجتي في المستشفى وابني وكده، ولو حصل لهم حاجه مسؤوليتكم، اللي هو بيخوفهم مش اكتر. فبعتوا الدكتوره، هي الدكتوره دي تعمل بالمستشفى، الدكتوره راحت جايه على الطفل، راحت سحبت الصوره بتاعته. بعد ما سحبت الصوره بتاع شدتها جامد، طبعا الصوره نزل منها نجيف جامد. بعد ما سحبت الصوره حطيته على جهاز رجيء، جهاز تنفس صناعي رجيء، واصلا يعني المفروض اللي احنا عرفناه بعد كده ان هو ما كانش محتاج جهاز تنفس صناعي، هو كان محتاج اكسجين، تمام. حطيته على جهاز تنفس صناعي رجيء، وقالت لي هو انت دنيا، وبصيت لي بس ما اطمنش، تمام. انا اول ما شفتها قلت انا عايزه ابني، انا عايزه انقل ابني، انا عايزه انقل ابني. اول مره قالت هي محتاجه اسعاف بمسعف والطبيب موجود بجهاز بنت، تمام. حضرنا الحاجات دي وقالت الطبيب موجود، دي اول مره. تاني مره قالت لما احنا حضرنا الحاجات دي قالت لا الطبيب مش موجود، اضطرينا التاخر تاني وجبنا اسعاف، مع ان ده دورها اللي هي تجيب الحاجات دي، دورها طبيبه مش كدور اب وام، يعني لو لا قدر الله احنا جهله ما نفهمش حاجه عمرنا ما نعرف نتصرف، يعني الناس اللي هي يعني 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 تعليمهم مش فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، او مش تعليمهم متوسط او تعليمهم على قدهم. الناس دي هتروح فين؟ الناس دي هتروح فين لما الطبيبه اللي ما تستحقش تأدي امانتها، لا تستحق ان تكون طبيبه، ما تستحقش مكانها. انا بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني احنا عيالك اعتبروه ابنكم. انا رئيسنا كويس وقضاءنا كويس وقانوننا كويس والحمد لله. اللي خلاك متاكد ان جده هو السبب في الواشد ده، او هو اللي عمل؟ لان الدكتوره دي قريبتهم، والدكتوره دي من نفس المحافظه اللي هم فيها، والدكتوره دي قريبتهم، وطليقها او زوجها كان يعمل مهندس في الشركه اللي يعمل بها زوجي، والمكان مشكلات مثلا بدون، ايوه عايزين طلاق وعايزين معيشه واحده، ومن اهداف معيشه واحده المصروف يبقى في ايد حمايه، ان هم كان ظلمهم نظام فلاحين، تمام، ان المصروف يبقى في ايد الوالد، وجوزي يتعاطى مصروفه كطفل صغير مش اكتر. طب ايه الاجراءات القانونيه اللي انت عملتيها بقى، يعني بعد ما تم كده وعرفتي ان الدكتوره هي السبب في كده؟ هي قالت حاضر لما احنا بقى وفرنا لها كل شروطها التعجيزيه، قالت حاضر ان هي هتنقل الطفل وهلبسه ملابسه.
ده حالة قفاد البيه، بعتت له حاجة مميتة، وده بكلام المستشفى نفسها لما هي قالت ان الطفل توفى على اثر حقن الدايشن، توفى الله، توفى المريض الله رحمة الله تعالى. ده بكلام تقرير المستشفى نفسها، المستشفى قالت كده. ماشي، احنا دلوقتي منين لبنينة ومحجوز، ايه علاقة الدايشن بالكلام ده كله؟ وشمعنا في لحظة المسعف لما جه يعني في لحظتها ايه تحطي على لبسه هدومه تدخلي تديله الحقنه وتلبسيه الكفن بتاعه وتطلعيه لنا من الكفن؟ هل انت من حقك تكفنيه؟ هل انت ليكي دور؟ انا بتكلم كدور اب وام، انت ليكي من حقك ان انت تكفنيه؟ والكفن ده تحصلش عليه ازاي؟ يعني الكفن ده تحصلش عليه ازاي داخل الحضانه؟ تمام؟ انت مش من دورك اولا ان انت تكفنيه، مش من دورك ان انت تجيبي جهاز الانف وتضربيه بيه، تمام؟ انت يعني ولا احترمتي حومته وهو حي، ولا احترمتي حومته بعد ما موتيه، ولا احترمتي ابوه وامه ان انت قفلتي الباب في وشهم، وقفلتي حتى التدخل في حالته اللي هو ينقله. ومجرد في رحلتها ما جه المسعف والطبيب والاسعاف والحضانه وكل شروطك التعاجليه، دخلتي قلتي حاضر على بسه هدومه، دخلتي عطيتي له حقنه، وابننا طلع زي ازرق زي النيله. يعني انت كنت بره وهي دخلت قفلت الباب، يعني باب الحضانه قدام الباب، قفلت الباب في وشنا قطعته. يعني يعني هي لما طلعت قالت لكم ايه بقى؟ تعالوا شوفوا ابنكم، وابنكم توفى. راح المسعف قال لها الطفل دوت لسه واخد حاجه حالا، الطفل ده لسه واخد حاجه حالا، حسبي الله ونعم الوكيل. قال لها كده اهو. يعني هو كان داخل المستشفى كويس. طبعا طبعا، يعني يا دوبك بلاغه كده عايشه تتسحب. بس يا كان اقول ان هي من اصل ضربه القلم؟ لا، ضربه القلم هي علمت في وشه، بس ما يعني ما عملتش حاجه لان ابني رضع بعدها وما فيش اي حاجه خالص. بس هي بالتحريض، فانا لما اتهمتهم اتهمت ان الدكتوره ديت متحغضه متكريه، لان هي مش من مصلحتها حاجه، دي حال فاهمين الله، اللي هي ان هي تعمل حاجه كده غير ان هي تكون متحغضه. والكلام اللي هي تقولي تقولي انت في مشاكل ما بينك وما بين اهل جوزك، انت ايه علاقتك بالكلام ده؟ ايه علاقه مشاكل يا جماعه اسريه في حياه طفل؟ ايه علاقتها؟ بعد ما طلعت قالت لك كلمتين، قالت لك جوزك ومش عارف ايه، انت قلت لي حكيت لي كده، قلت لي قالت لي كده المشاكل اللي ما بينك وما بين جوزك، انت احسن لك تتطلقي، انت احسن لك تتطلقي. طب انت ايه علاقتك بالكلام ده؟ ايه دخلك؟ ايه علاقتك؟ عادي لما كل البيوت بيحصل فيها مشاكل، بس بصراحه انا ما شفتش مشاكل بالطريقه ديت. انا عندي بنتي ديت بتعاني من فشل كلوي، شاده دي بتعاني من فشل كلوي، شاده دي عايشه بكليه واحده، عندها ضمور في الكليه. يعني طب انت عملتي ايه بعد ما هي طلعت وقالت الكلمتين دول؟ ايه الاجراء اللي انت خدتيه؟ طبعا طلعنا على النيابه، وطلعنا عملنا محضر بالطفل، والطفل اتناظر واتشاف شكله وتعين. طبعا انا اصلا القلم اللي كان موجود في وشي وكل الاصابات اللي فيه كلها تعينت، والحمد لله كل حاجه في النيابه. طب كل حاجه خلصت في النيابه؟ ايوه طبعا، اتقبض عليهم في يوم واحد. طبعا انا بشكر رجاله الشرطه شكر جامد على مجهودهم العظيم، ان هم يعني ثلاثه اتقبض عليهم في يوم واحد. انا ما كنتش متخيله والله العظيم، انا ما كنت متخيله. لحظه الواقعه نفسها يعني وقتها بعد ما خلصوا، انت عملت كده هم قبض عليهم ولا قبض عليهم امتى؟ يعني بعدها ولا لا؟ بعد التقرير. بعد التقرير طبعا، بعد التقرير الطبيه وبعد كل حاجه، واتقبض عليهم وهم حطوا اقوالهم وعلى قيمه القضيه، والقضيه شغاله. يعني انت دلوقتي القضيه شغاله القضيه شغاله، وباذن الله مستنيين المحاكمه. باذن الله. القصاص. القصاص لانها متعمده. متعمدة قتله وباعت ضميرها وباعت امانتها قدام الله. في تعمد في القتل طبعا، دي قريبتهم ملهاش مطلعة. فيش دكتورة حلفة يمين الله اللي هي تعمل كده في طفل، انا مش عارفة ازاي هنا عليها والله العظيم، انا ما عارفة ازاي هو هنا عليها، انا مش عارفة. انا ابني اهو يا جماعة، ابني اهو. تمام تمام. بس احنا القصة كلها ان احنا بنحاول ان احنا نوصل صوتك، فانت كل اللي انت طالباه انك انت لازم. اولا انا بشكر القضاء وبشكر الشرطه وبشكر اعضاء النيابه وبشكر الشرطه يعني على مجهودهم العظيم طبعا، اللي اتقبض عليهم في يعني في يوم كان هما الثلاثه قدام النيابه. بصراحه يعني انا وضع ما كنتش اتوقعه بصراحه. النيابه حصلت يعني اتحققوا معاهم؟ بس مش عارفه التفاصيل لان القضيه في خصوصيه جامده، تفاصيل القضيه بالظبط مش عارفاها، فانا مستنيه المحاكمه باذن الله. انت معاكي محامي، والمحامي ماشي في القصه يعني ماشي معاكي في الموضوع؟ ايوه طبعا. طب
يعني شكرا لحضرتك جدا، واحنا يعني احنا بنضم صوتها يعني صوتنا، ويتم يعني محاكمه هذه الجناه. ليه طبعا يعني طفل صغير مولود ملوش ذنب ما بين مشاكل، اي مشاكل ايا كانت المشاكل، فالطفل في النهايه ملوش اي علاقه باي مشاكل. وشكرا كل متابعي مباشر من مصر، كان معكم من اسكندريه على المتابعه.